الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع البسيط والقصير والمكثف مثال بسيط على تعظيم أرباح المنشأة في السوق التنافسي التامة. تعظيم أرباح المنشأة في السوق التنافسي التامة، Profit Maximization for a perfectly competitive firm. أرجو الله أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. لنفترض بأن لدينا البيانات الآتية لمنشأنا وسلعنا. هذه البيانات الآن، كمية المنتجة والمباعة. لنفترض أنه كيو هذه ترمز إلى الكمية المنتجة والمباعة. بدينا من 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. لاحظوا الزيادة، خمسات خمسات وهكذا. هنا ما يسمى بالكلفة الكلية، total cost، الكلفة الكلية total cost 31 45. يعني إذا أنتجنا 0 وحدة من هذه السلعة الكلفة الكلية 31، إذا أنتجنا 5 وحدات 45، إذا أنتجنا 10 وحدات 55، وهكذا. إذا أنتجنا 50 وحدة بيكون 202 دينار أو درهم أو دولار أو بالآلاف، وحدات القياس لا تهمنا. فإذا الآن بناء على أن الكلفة الكلية تساوي 31 مقابل 0، معنى ذلك بأن الكلفة الثابتة fixed cost هنا تساوي 31 مهما كانت كمية الإنتاج، طالما نحن في إطار الطاقة الإنتاجية للمنشأة هاي. فعندي الآن fixed cost لأنه عندي كمية الإنتاج هنا صفرا، وكانت الكلفة الكلية تساوي 31، معناته fixed cost أو الكلفة الثابتة تساوي 31. الكلفة المتغيرة صفر مقابل كمية صفر، يعني ليس هناك مواد خام ولا شيء استخدمته في الإنتاج لأنه أنتجنا صفر، وبالتالي الكلفة المتغيرة variable cost تساوي صفرا. هنا إذا طرحنا 45 طرح منها 31 بطلع 14، 55 مطروح منها 31 24، 63 مطروح منها 31 بطلع 32، اللي هي حاصل النتيجة variable cost أو الكلفة المتغيرة. لاحظوا لي أحبتي هنا total cost اللي هي الكلفة الكلية تساوي fixed cost اللي هي الكلفة الثابتة زائد variable cost اللي هي الكلفة المتغيرة. من هذه المعادلة البسيطة بقدر الآن أحسب fixed cost لوحدها أو variable cost لوحدها. هنا fixed cost أو variable cost تساوي total cost ناقص fixed cost، أو الكلفة المتغيرة تساوي الكلفة الكلية مطروح منها الكلفة الثابتة، وأخيرا الكلفة الثابتة تساوي الكلفة الكلية مطروح منها الكلفة المتغيرة. إذن هنا عندي Q كمية الإنتاج، عندي الكلفة الكلية، الكلفة الثابتة، الكلفة المتغيرة. إذا جمعنا الكلفة الثابتة مع الكلفة المتغيرة تعطينا الكلفة الكلية. هنا لاحظوا الصفر زائد 31 يساوي 31، 14 31 45، 24 زائد 31 55، وهكذا 171 زائد 31 يساوي 202. هنا الآن لنفترض بأن سعر بيع السلعة كل وحدة من السلعة لأنها منشأة بالسوق التنافسي التام 4، وبالتالي 4 مهما كانت كمية البيع نبيعها 4 كل وحدة ب 4 4 4 وهكذا. فمنعرف ما يسمى بالإيراد الكلي total revenue، الإيرادات الكلية هي عبارة عن حاصل ضرب السعر في الكمية. فالآن بما أنه نضرب السعر 4 4 في الكمية هنا بطلع عندي بالحالة هاي، لاحظوا لي 4 في 0 0، 4 في 5 يساوي 20، 4 في 10 يساوي 40، وهكذا 4 في 50 يساوي 200. إذن total revenue يساوي حاصل ضرب السعر في الكمية، طلع عندي 0 20 40 60 وهكذا 200. وأنا الآن لو بدي أبينها يعني أوضحها بيانيا، الكمية المنتجة على النحو الأفقي والتوتال ريفينيو اللي هي الإيراد الكلي والكلفة الكلية توتال كوست على المحور العمودي. هاي الآن المنحنى الأزرق السميك هو الإيراد الكلي، والمنحنى الأحمر الغامق السميك هو التكاليف الكلية. لاحظوا لي هون كان في عندي منطقة خسائر هنا، وهنا الآن عندي هاي بتكون توتال ريفينيو يساوي توتال كوست اللي هي الإيرادات الكلية تساوي التكلفة الكلية، وبالتالي بنسميها break even point اللي هي نقطة يعني تساوي بين الإيرادات والتكلفة، وبالتالي ليس هناك ربحا. وهذه النقطة كذلك أمر ليس هناك ربحا لأنه
الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية. أين منطقة الربح؟ فقط محصورة بهذه العدسة، هذه اللي هي الأرباح بين النقطة هذه والنقطة هذه العدسة. أوكي، بنكمل بإذن الله. تعرف التكاليف الحدية كما هي. هاي التكاليف الحدية مارجنال كوست تساوي التغير في الكلفة الكلية مقسم على التغير في كمية الإنتاج، وتساوي التغير في الكلفة المتغيرة على التغير في كمية الإنتاج. أوكي، هاي متسابقات. أما الإيرادات الحدية فتعرف أنها MR مارجن ريفينيو، هون طبعا مارجن كوست، وهنا مارجن ريفينيو تساوي التغير في الإيرادات الكلية change in total revenue مقسم على التغير في الكمية المنتجة أو المباعة. هاي الكمية مرة ثانية، هاي total cost مرة ثانية، هاي variable cost مرة ثانية. عندي marginal cost يساوي التغير في total cost على التغير في الكمية، وتساوي التغير في variable cost على الكمية. هنا طلعناها الآن، لو أنه يعني أخذت الفرق بين 45 و31 قسمته على الفرق بين 5 و1، ثم الفرق بين 55 و45 قسمته على الفرق بين 10 و5 وهكذا، أو إنه الفرق بين 14 و0 مقسم على الفرق بين 5 و0، أو الفرق بين 24 و10 مقسم على الفرق بين 10 و5 وهكذا، بطلع عندي المارجنال كوست 2.8 × 10، 2.1.6، 1.8 وهكذا حتى ننتهي آخر إشي 8. أما الآن مارجن ريفينيو اللي هو الإيراد الحدي، لاحظوا هون الكلفة الحدية، الإيراد الحدي تساوي التغير في الكلفة الكلية، عفوا في الإيراد الكلي مقسم على التغير في الكمية، هو الآن 4.4.4. لماذا؟ لأنه الإيراد يرتفع بمقدار كل وحدة 4.4. السعر يعني قبل قليل افترضناه، أرجع عليه بعد دقيقة ثانية واحدة بهمش تحملوني، هذا الآن 4، وبالتالي لأنه الإيراد الحدي يساوي 4.4.4، إذن هنا الإيراد الحدي مرة أخرى نضعه هنا يساوي بالحالة هي 4. أرجو أنه يعني ترجعوا وتحسبوها يدويا حتى يطمئن قلب كل واحد فيكم أحبتي. فعندي الآن هاي منحنى أو الخط المستقيم الذي يمثل الإيرادات الحدية، والمنحنى الذي يمثل التكاليف الحدية هذه، التقى المنحنيان هنا، بقول لي مقابل كمية. هذا الآن margin revenue equal margin cost، لأنه شرط تعظيم المنفعة، تعظيم عفوا الأرباح، شرط تعظيم الأرباح أن تساوي الإيرادات الحدية التكاليف الحدية عندما تكون التكاليف الحدية صاعدة وليست هابطة. بما أن الآن التكاليف الحدية في مرحلة الصعود، أين الآن التقت مع الإيرادات الحدية؟ عند هذه النقطة، هذه النقطة أرجع لها، هذه النقطة بتقول لي أنه مقابل كمية، سأبينها بعد قليل. الآن تعظيم الربح يحدث عندما مارجن ربح يساوي مارجن كوست. هاي الآن آخر شريحة أبينها، لاحظوا لي وضعت كل البيانات هنا، هاي الكمية توتال كوست، فيكس كوست، فاريبل كوست أو الكمية، الكلفة الكلية، الكلفة الثابتة، الكلفة المتغيرة، السعر دائما هيك. فإذا ضربنا 4 في يعني عفوا السعر هنا 4 ضربناه في الكميات، بطلع عندي الإيراد الكلي هنا، وهاي عندي الكلفة الكلية. إذا طرحناهم من بعضهم البعض، إذا طرحنا توتال ريفينيو ناقص توتال كوست، وبين عندي هنا ما يسمى بالأرباح، لاحظوا سالبة 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 سالبة، موجب أعلى إشي كانت 28 مقابل ماذا؟ عندما تساوت، لاحظوا لي هنا هذه مقابل 40، بين 35 و40، تقول لي أعظم ربح ممكن متى؟ هنا الآن بين 35 و40، لاحظوا لي أنه الباي هذه تمثل الأرباح 28 28، عندما كانت الإيرادات الحدية 4.4، هنا الآن هذه نهملها، وبالتالي هنا يعني 4 تساوي 4 مقابل 40، الإيراد الحدي يساوي الكلفة الحدية مقابل 40، إذن الكمية الواجب إنتاجها من المنشأة حتى تعظم أرباحها يجب أن تكون 40 وحدة، فستجني أرباحا مقدارها 28. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجعا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.